14 عاما مضت على دخولها عالم إنتاج الأعمال الكرتونية التلفزيونية التي تدور أحداثها حول سرد سيرة عدد من الشخصيات التاريخية المؤثرة في العالم الإسلامي، حيث مضت إيناس يعقوب كمنتجة بحرينية نحو إنجاز مجموعة من الأعمال التي حازت على نصيب وافر من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية. إيناس يعقوب شقت طريقها نحو العالمية بخطى الواثق على إتمام المميز من الرسوم المتحركة، فهي من تدخل عامها 14 كمختصة في صناعة وإنتاج الأعمال الكرتونية أيها الناس التي تحاكي عقلية الأطفال بالدرجة الأولى. أنا أتكلم عن الأطفال وعن الناشئة، ولكن أعمالي لما أنا أعرضها في رمضان هي تحاكي الأسرة. هنا في نقطة حوار، إحنا لما نيجي نقول 30 يوم في رمضان 10 دقائق في اليوم، هذه ما هي كثير علينا بس هي غنية من العلم والمعرفة. رجال حول الرسول ابن بطوطة وباسمك اللهم، عناوين أعمال كرتونية لم تجد صعوبة في التربع على منصات التتويج داخل كبرى المهرجانات العربية والدولية، لتستحق إيناس يعقوب عبر فريق عملها المتكامل حصد مختلف الجوائز والأوسمة، نظير مقدرة أعمالها على محاكاة المتابع العربي وحتى الأجنبي ووضعهما في صلب الحكاية التي حدثت في سالف الأزمان وشهد حدوثها المكان. اختبارا جديدا هو ابن طنجة الذي لا يستكي. في خلال 14 سنة هذه اللي مرت علي، المرة الوحيدة اللي أنا فعلا حسيت فيها أنه أنا قدمت شيء لبلدي وقدمت شيء للمجتمع العربي عموما، يوم ما أنا أخذت جائزة في مهرجان كان، وهذه كانت من الجوائز المهمة اللي يتمناها كل فنان، سواء كان فنان على مستوى الرسوم المتحركة أو على مستوى الدراما. هذه المسلسلات موجهة بالدرجة الأولى للأطفال واللي تحمل العديد من القيم والرسائل المراد إيصالها للطفل العربي، تعميق الهوية وإحساسها بالقيم الإسلامية. بعد تجربتي في المسرح هني، لما دخلت مع الأستاذ إيناس شفت أن الشغل جدا مختلف. هني أنت تحتاج إلى طاقة صوتية، خصوصا في مسألة التنوع في الأدوار، التنوع في الشخصيات، تقمص شخصيات مختلفة وبشكل سريع جدا. إن هناك بيوتا مهجورة، إن ممارسة حب التقمص من خلال القيام بأعمال مدبلجة تؤدي متنوع الأدوار التاريخية لشخصيات دينية مؤثرة لها كيانها في العصر الإسلامي القديم وأخرى مضت سنوات طوال وهي تجوب العالم اكتشافا لدوله، أمر يتيح للمشاهد والمستمع على حد سواء وفي حيز دقائق تلفزيونية معدودة تكوين معرفة كاملة عن حياة أولئك الأشخاص والتوغل في حقيقة سيرهم المشرفة. ليس هناك من بيوت، ألا تسمع؟ هيا هيا اذهب من هنا، هيا. بلا أدنى شك إنها تجربة ممتعة تعيشها بقالب سردي ينشط فيه التفاعل والخوض في صلب الروايات التي أخذت من مراجع مشهود بمصداقيتها وتضمنها لأدق المجريات والوقائع التي حصلت قبل قرون خلت. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات. باسمك اللهم أشرعت قلبي ومشى إيماني.